النجاح. ما تيجي نحكي من البداية كده شوية ونحكي، صحيح الناس سمعت ده بس أنا أحب أسمع في أجيال جديدة برضه ما تعرفش قصة ربيع وبدايته، ومن الفاشن الألمانيا مرة واحدة وإن أنت كنت رايح الإسماعيلي وبعدين لقوك في النادي الأهلي، وقصة استغناء عجيبة جدا وتغير المسار من على مظبوط. محطة القطار، صح ايوه كده ولا أنا مظبوط غلطان؟ مظبوط، وعم عبد البقال على الله رحمة الله يرحمه وكمال بيه حافظ تقريبا اللي مطخوني الذاكرة، مظبوط. وأنا مش هجاوب أنا بقى، أحكي أنت بقى. والكابتن عمرو المجد هو كان كابتن ماتش، عمرو بالمجد كان طبعا. ماتش في احتفاليه في بني سويف العيد القومي وفي الجامعه، منتخب الجامعه، وجابوني يعني عشان كانوا سعيد لعيب كويس في فريق بني سويف، كنا في الدرجه الثالثه انت كنت تلعب في بني سويف في ساعتها بني مش في سويف في الفاشل؟ الدرجه الثالثه، نعم. وكان في ماتش ودي مع النادي الاهلي كان موجود. كان مدربك مين؟ كابتن محمد شاكر ساعتها او كابتن كان ممكن، والد الكابتن علي خليل لا ساعتها؟ لا كان ممكن تقريبا اتنين انا فاكرهم كويس قوي، كابتن وحيد والكابتن احمد معارك، دول نعم. اللي انا فاكرهم في بني سويف، لانه جالي البيت وخدني احمد معارك قال لي كويس. تعالى العب عندنا وبتاع، ورحت رايح. فعملت ماتش كويس قوي قدام الاهلي. قدام الاهلي، كان استاذ كمال الحافظ وكان الكابتن عمرو المجد نعم. الموجود، في جيل طاهر ابو زيد وحسام البدري والكردي بحياتك. فانا رحت بقى عملت ماتش كويس، وعدوني ان شاء الله تيجي لنا باذن الله تعالى ونجي لك وهيبقى في تواصل مع بعضينا. حلو. انا روحت طبعا ما اديتش اي، خلاص قلت كلمتين هتواصل في الهواء يعني. تمام. فروحت جالي عرض وفي الوقت ده لنادي الاسماعيلي، كويس. خدوني مقاولين العرب انصلاح بيه حسام الله، لا اروح الاسماعيلي. قعدت اسبوع هناك في الاسماعيلي، كان في مدرب انجليزي اسمه تومسون، تومسون طبعا. قال لي هجربك، قلت له ما فيش. قعدت اسبوع هناك، باك رايت باك اسبوع. ليفت، مساك اسبوع، مضيت في الاسماعيلي، مضيت يعني كان في مضيت. مضيت، كان في بيفنشوا بقى الدوري خلاص، بيفنش الدوري. فطبعا وروحت خلاص وبعتوا يبعتوا يعبطوا فتره اعداد، لقيت بقى بقدر الله كده وانا قاعد التلغراف جاي لي، انتظرنا في قطار بني سويف اللي هيوصل في الساعه 1 الظهر. ايه ده من النادي الاهلي وعليه مدير عام النادي الاستاذ امين امين شعير. شعير. نعم. قلت طيب، كان معايا اخويا طلعت الله يرحمه، وقفنا على استنينا، قال لي اركب انت ربيع سين، قلت له عم عبده. طب عرفك ازاي؟ ما هو برضو ما هو يعني انا ما هو كان في اشاره ان انا اخد بالك، في اشاره ان يعني هو تلبس حط ورده حمراء في عروه الجاكيته مثلا. ما ايه الاشاره يعني؟ لا تلبس بدله احمر في لا احمر لا يعني ولا ايه؟ هو في اشاره بينا وبعض. بعت تلغراف في تليفون ارضي، انا هقف لك الساعه كذا، اطلع لي من الشباك قول لي انت ربيع كده يعني. ياه. ما طبعا امال اعرف ازاي. حلو. فبس فقال لي انت ربيع، وانا وقفت قلت له راح. اخويا قال له رايح فين؟ قال له مطمن طمن معايا في سوهاج، كنا رايحين سوهاج طهطا ماتش ودي الاهلي كان عنده ماتش في سوهاج وطهطا وخدك في القطر. عشان يجربني هناك، يا هو نهار عاوز ابيض. ياكد لعبني الشوط باكلي معيش لبس. قال لا لي لا انا لا لا اتصرف لا لك، انا اتصرف لك. والله لا لسه. لا هو عم عبده كان يعمل اي حاجه. فجاب لي لبس فعلا، الشوط الاول لعبت باك ليفت والشوط الثاني باك رايت، كان كابتن عمرو ولا كان كابتن فتحي نصير؟ الكابتن احمد ماهر، كابتن احمد ماهر عليه رحمه الله. رجعت معاه على شقته في الهرم، قال لي مش هسيبك يا راجل. في الشقه، بقيت معاه للصبح، كنا في النادي الاهلي الصبح، سيادة الفريق ملتجئ رئيس النادي. رئيس النادي، وراح معالي المحافظ شخصيا استاذ فريد مرتجي والله العظيم، في بني سويف. والله العظيم يا نهار ابيض. عشان كان انت عارف يعرفه. انه جالي طنطا عشان يجيب لا الاستغنى ده بتاعته حاجه وكمال مش بيه ممكن، حافظ برضه حاجه عم عبد سيادة البقال؟ الفريق المنتخب ده حاجه يعني حاجه عظيمه. حاجه عظيمه. فالمحافظ قال له ده الاستغنى راح الاسماعيلي، الاستغنى راح الاسماعيلي. الورقه راح الاسماعيلي خلاص. فطبعا قالوا لي انت عاوز طبعا عاوز الاهلي، عاوز الاهلي. وده سؤال. ده انا رحت الاهلي لحد يعني، رحت برجليا وعاوز 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 طبعا. حلو. عم عبد الله يرحمه قال لي طيب هي نجيب البطاقه، كان منطقه اسيوط بقى احنا تابع منطقه اسيوط، فقال لي لو لسه الورق بتاعك هناك هيبقى لان انت كاتب بناء على رغبتك عاوز النادي الاهلي. فرضيت بناء على رغبتي عاوز النادي الاهلي. راح اسيوط لقى الورق بتاعي موجود، خلص ما وجاب. راحش منطقه الاسماعيليه. لا احنا انا كنت في تابع ورقي، انا تابع منطقه اسيوط انا صعيد. ما اتنقلش من لا لسه ما منطقه اتنقلش، اسيوط مظبوط لمنطقه القناه، ما ما كانش اتنقلش منطقه ما الاسماعيليه. اتنقلش. ده اللي لحقك. لا لحق. لقيته وقال لي اطلبني بالليل، بطلبه طبعا بالليل على التليفون الارضي، قال لي مبروك للنادي الاهلي. يا الله. قبل ما العب اتمرن في نادي سافرت المانيا مع منتخب ايه اللي مع حصل كذا. بقى؟ قصه انضمامك لمنتخب الشباب كان كابتن فتحي نصير ساعتها. انا كان شافني الكابتن راجل فتحي، خواجه معاكم ساعتها. كان شافني. لا الكابتن فتحي بس، فتحي بس لوحده. ده هيدر جوت في بعد 82 كده. المنتخب بعده. تمام. اوكي. فكنت انا موجود مع الفرقه مع الاهلي. وبتمرن مع المنتخب 19 سنه يعني قبل ما تروح بقى قبل ما اروح الاهلي، قبل ما اجي لك اقابلك. ده اول مره الاهلي لما قابلتك، دي اول مره. والله دي. يعني رحت المانيا. من الفشن الى المانيا. ما كتب كده معروف. كتب كده والله. اي
فغريبه جدا. المهم انا اتمرنت معاه شويه في لا لا احكي لي ركبت الطياره ازاي وعملت ايه. لا ما تحديش على خير انت هتهزر. لا المهم انا جيت ايه اتمرن وبعدين زهقت. قلت له يا كابتن فتحي انا عاوز امشي. جيت اتمرنت في القاهره مع المنتخب. مع المنتخب. قلت له يا كابتن انا زهقت وعارف ان انت 16 لعيب اللي مسافرين معروفين. عشان هو كان هي بتبقى دعوه. بالظبط. قال لي ما تقعد يا اخي يومين ثلاثه انت خسران حاجه. اجي اتمرن هوب عشان حد يحصل له مرض في كشف طبي اسافر مكانه. بتهزر؟ والله العظيم. ده ايه ده؟ قال لي تعالى لي عشان نعمل جواز. قلت له ايه؟ قال لي ما كانش عندك جواز سفر كمان؟ معه ده لسه جاي من الفاش. جواز سفر ايه؟ البطاقه كنت بطلعها لسه. فقلت له قال لي هتسافر. لا لا سافر ازاي؟ قال لي بنكشف على واحد لقيناه عنده صمام مش عارف ايه. قلت له هتسافر معانا. سافرنا لعبنا ماتشين في المانيا فرقوا معايا. لعبت الماتشين؟ لعبت الماتشين. يعني من واحد بره الرحله خالص؟ لعبت الماتشين وجيت على هيديوكوت الفريق الاول على طول. محمود معروف كان بيكتب بقى بيكتب هناك لعيب من الصعيد من بنسويف من ايه ده ايه دي عملت ست شويه. صحيح. جيت على الفريق الاول فتره الاعداد. استمرت فتره الاعداد مع بقى في النادي مع هيديوكوتي مستر هيديوكوتي بقى وده مدرب عبقري. عبقري هيديوكوتي. قال لهم ده هيبقى لعيب كبير تكلفه النادي الاهلي ومنتخب مصر. بدات طبعا اول موسم لعبت اربع ماتشات بس واربع حلو قوي واربعه ده اربعه في ايه؟ انت عارف بقى الجيل بتاع الثمانينات. انت بتتكلم في اكرامي وثابت، بتتكلم في احمد عبد الباقي، بتتكلم في مصطفى يونس، في ماهر همام، في فتحي مبروك، في مدحت رمضان، حازم خالد، في حازم خالد، في محسن صالح، في شطه، في طاهر الشيخ، في صفوت عبد الحليم، زيزو، في مصطفى عبده، في زيزو، في الخطيب، في شريف عبد المنعم. كان طاهر طلع ولا ما كانش؟ طاهر قبلي. طاهر ابو زيد. مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني. حسام البدري. حسام البدري. كردي. حاتم الكردي. برضه كان من الصغيرين المتصاعدين. انا بتكلم على الاسماء الفطاحل وانت شغال معاهم في التمرين عادي. يعني فطبعا يا كابتن اول وكمان كنت بتنزل تلعب ماتشات الصغيرين، كنت بتلعب معانا احيانا ماتشات 19 وبتلعب يعني. ماتشات 21 سنه بس مستر كوتي اصر ان انا ابقى معاه فوق وانزل على الماتشات. حصل مشكله بين مستر كوتي وكابتن هاني. الكابتن كان عاوزني ابقى معاه على طول. قالوا لا هو هيتمرن معايا ويلعب معاك. صح خد بالك. وحصل خلاف بتاع فقال لي خلاص خليك مع كابتن احمد ماهر العب معاه 21 سنه مظبوط وخليك معايا فوق. فاول سنه لعبت اربع ماتشات واربعه كنت بتصاب بطني تعبني. اول مباراه كانت مع مين يا ربيع؟ محله. محله بديل مدحت رمضان. اول مباراه ليا لا اول مباراه المقاولين العرب. مقاولين. نزلت مكان مدحت رمضان. كنت احتياطي ونزلت دي. اول مباراه ليا مع النادي الاهلي. بحياتك. فطبعا وتاني موسم لعبت ثلاث ماتشات وثلاثه احتياطي برضه. حلو برضه قوي. في نهايه الموسم الثاني كاس مصر لعبت كل كاس مصر وخلاص وانطلقت بقى. خلاص بقى كملت. اللي خدناه من المقاولين العرب ضربات الجزاء. واحد واحد ضربات الجزاء. طاهر الشيخ جاب هو ده. لعبت كل الماتشات وانطلقت بعدها خلاص. بقيت العب اساسي. ده سنه 80 يا ربيع تقريبا. 79 انا جيت. لعبت 79 80 80 81. لا الاساسي من 80. الاساسي من 80. دي بعض اجوان يا جماعه ربيع ياسين اللي قدامكم على الشاشه. يا ريت تحطوها لنا على الشاشه الكبيره برضه تبقى مونسانا كده ومنورانا يعني. فهو طبعا قصه كبيره جدا مع المدرب مستر كوتي ومدرب برضه كابتشاي. كان بيحبني جدا. ده اول هدف. كان بيعشقك. ده اول هدف ليا المحله ده. ده اول هدف ليا النادي الاهلي محله. كنت بلعب باك رايت. والله والله من باك رايت. ده زكي عبد الفتاح. موسم 82 لعب لي رمضان السيد. رمضان ده كان حته لعيبه. لعيب طبعا لعيب. يا نهار ابيض. ده الحكم كابتن. اللي موقف الحكم هنا ليه كده؟ يا حاجه غريبه قوي. حكام كانوا بيعملوا زمان اي حاجه. كشفت طبعا اثنين مدربين كبار. هيديوكوتي وكالوتشات. وكالوتشات ده كان عنده ربيع ياسين يعني حبيني جدا. اللي بتمرن ومشروع باك ليفت وجه لقاني وكنت طبعا يعني كنت بدايتي كانت قويه بفضل الله تعالى. وفرضت طبعا نفسي بفضل الله ثم طبعا مدربيني وزملائي والاداره كله ساعدني بصراحه. النادي الاهلي بيساعد فعلا. لقيت مساعده ومسانده وحب واحترام وقيم وكل حاجه كويسه. دي حقيقه. جيت وانا جاي من فش كاني دي لي سنين في النادي الاهلي. لما اكون في العصر ده وموجود مع الافزاز دول ولا نفسي عادي بفضل الله تعالى. كنت عايل هم التمرين عامل هاي الاوضه. لقيت نفسي بفضل الله تعالى مع انضميت 78 79 79 انضميت 79 78 79 ممكن كده.